المفاتيح مع سحر عبد الله والأستاذة نادية شكري. الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، سعد الله مساكم مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية في كل مكان. معكم سحر عبد الله، رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج مفاتيح اللي يجيكم كل يوم اثنين. البرنامج الأسبوعي يجيكم كل اثنين من الساعة 2 للساعة 3. اليوم رح يكون معانا الأستاذة نادية شكري، وابتداء من اليوم بإذن الله رح تكون معانا في كل اسبوع. راح فيك اول شيء استاذة نادية. يا هلا وسهلا، زمان عنا، كيفك استاذة نادية؟ خير الله يسلمك. ايش الاخبار؟ تمام الحمد لله، انت كيف حالك وكيف المستمعين؟ ان شاء الله كلنا بخير ان شاء الله يا رب. طبعا بس اذكركم طرق التواصل اللي حاب يتواصل معانا في هذه الساعه عن طريق رسائل نصيه STC 85 1040، موبايلي 66301، زين 70 13 13، بالاضافه طبعا على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ALIF ALIFFM. اليوم قبل كذا مع الدكتورة لانا الشوى، طبعا نوجه لها أكبر تحية، كانت معانا في البرنامج وتكلمنا عن السعادة في العمل وهل أنت سعيد في عملك وكيف تكون سعيد في عملك. اليوم دكتورة نادية حنتكلم عن السعادة في حياتنا، يعني ما أننا دائما أو طول عمرنا نبحث دائما عن السعادة ودائما هو هوس حياتنا. يعني مثلا أبغى أنا حكون سعيد لما مثلا أشتغل في المكان الفلاني، حكون سعيد لما أشتري بيت، حكون سعيد إذا تزوجت. صحيح. وبيحصل الشيء ولسه بندور على سعادة في شيء ثاني. جملتنا تكون صحيحة لو قلنا أنه السعادة والبحث عن السعادة هاجس البشرية. صحيح. ولا قد أحد عرف يرد يقول أنه هي دي السعادة فقط لا غير. وزي ما أنت قلتي أنه أحيانا نقول لو تخرجت من الجامعة حكون أسعد إنسان في الدنيا، لو حصلت على هذه الوظيفة حكون أسعد إنسان في الدنيا، لو تزوجت حكون أسعد إنسان في الدنيا، وبنحقق هذه الأشياء وما بنكون أسعد إنسان صحيح في الدنيا. أو يكون منتظرها، يعني مثلا أنا ما راح أكون سعيد غير بعد ما أخلف، بعد ما أتخرج، بعد زي كذا. أيوة هنا مشكلة لما أنا أربط سعادتي بحدث أو أربط سعادتي بشخص. أنا أكون رابطة حياتي أيوة. سعادتي بشيء معين. بالضبط، ما أربط سعادتي بأي حاجة إذا أنا فعلا ببحث عنها. السعادة بما أنها كانت مبحث لكل الناس ودحين في علم خاص بالسعادة يتكلم عن السعادة، لخصت شوية أفكار في بالي أنه هي دي أكثر الأشياء وأكثر الناس سعادة كانت، إذا حققوها. أيوة كانت بالنسبة لهم يعني هذه متوفر عندهم. زي إيش؟ أول حاجة وأسعد الناس اللي كان عندهم اتصال روحي سليم. اتصال روحي، كلنا عندنا اتصال روحي وكلنا بنتواصل روحيا، لكن يهمني كلمة سليم. أوكي. سليم تحت 20 خط. 20 خط عشان أنا أحاول أفهم إيش يعني سليم، إيش يعني أنا بأتواصل روحيا. وطبعا هو مع خالق التواصل ده وعلاقتي الدينية كلنا عندنا، لكن هل كلنا تواصلنا الروحي بيخلينا نبطل نحسد، بيخلينا نبطل نغار، بيخلينا نبطل نقلق، بيخلينا نحقد؟ اي هذه كلها الصفات اذا كانت عندي لو 1% منها معناته اتصال الروحي ما هو سليم. الاتصال الروحي السليم حقيقي يخليك انسان متوكل على الله، مش متواكل، متوكل على الله. لا تخاف من مرض، لا تخاف من فقد عزيز ولا غالي، لا تخاف من فقد مادي، لا تخاف من اي شيء، ما في اي شيء يخوفك. هنا الاتصال الروحي السليم. متخيلة سعادتك لما تكوني ما انت شايلة هم شيء؟ ايه اكيد طبعا. هذه الوحدة قمة السعادة طبعا، هي تحسي نفسك يعني انا بين يدين الله. خلاص انا في كاتب أمان. لي ربنا والا كاتب لي هو انا راضية فيه طبعا. حلو حلو الكلمة مرة، مو اللي كتب لي هو ربنا انا حصبر او حتحمل او هذا امتحان او هذا ابتلاء، لا انا راضية فيه، انا سعيدة بي، أنا يعني مرحلة في حياتي بتمر أكيد عشان تزبط لي أشياء تانية، عندي ثقة بالله كبيرة بتخليني سعيدة وبتخليني مرتاحة. يعني الواحد يعني مثلا أستاذة نادية ما يفكر بدي الأشياء، يعني مفروض أنه ما يفكر، يعني ما يجي يقول يا الله لا أنا لو فقدت فلان مثلا بيصير لي كذا، لو خسرت هذا. هو أني أفكر في شيء مش معناته أني أنا أشيل همه.
لنفرض مثلا الرزق. طيب كل واحد يبغى يحس بالأمان لما يكون عنده مبلغ مالي ما يحوجه لأحد مثلا. صحيح. طيب أنا بيجيني مصدر دخل، طيب أجلس أنا بفكر لو أنا من غيره ليش؟ بفكر بطريقة سلبية، بتجيب لي المشاكل، بتجيب لي التعب، بتخليني ما أستمتع باللي عندي. فهمتي؟ هذا مثلا في المال. في الصحة، في إنسان يجلس طول العمر خايف، سامع إنه البلد بيجي هذا المرض والناس كل ما لهم بيزيد عندهم ذا المرض، أكلنا حاجة تجيب ذا المرض، فمتوتر مرة يعني يفكر إنه بيجيه أستمتع في صحتك الآن والباقي على الله. هو الباقي على الله وكله على الله أصلا في كل الأحوال، وإن شاء الله أنه أبدا ما يجيك، بس أنت لا تستجلب الأشياء دي بأفكارك. طيب غير أنه أنا لما أتوكل على الله لو جاني فهو خير، لو جاني يعني خير، إيش المشكلة؟ وبكده إيش يصير عندي؟ تصير مناعتي عالية، أصير أنا قادر أقاوم كل شيء. أوكي حلو. طيب يعني هذا معناه الاتصال الروحي السليم. الاتصال الروحي السليم معناتي أنا من جد متوكل على الله، ماني قلقان من أي شيء في الدنيا. طيب وغير أنه الاتصال ده بيخلي روحي سامية، لما تكون الروح سامية وراقية تبطل الصفات السلبية اللي تخليني متوتر وقلقان ومحروم من السعادة. أوكي. غيرتي من الناس هذه تحرم من السعادة ولا لا؟ طبعا أكيد. دفشو. أذكر الناس بشيء ما هو كويس فيهم، الحسد، حقد. الحقد، أحد زعلني والله ما نسيت له أحد. لكن لما تكون روحي سامية وفي اتصال روحي سليم تكون كل دي الأشياء لا تعني لي شيء، ما تهمني كثير يعني، وإذا ضايقتني في دقيقتها أنا قلت هذا الشيء ما عجبني وخلاص انتهى الموضوع. طيب هنتكلم عن حاجة تانية، ندخل فيها؟ ندخل فيها العطاء. أوكي. أتخيلي أنه في دراسة تقول أنه السعادة كلها عطاء وأنه الحب كله عطاء. إحنا زدنا أشياء غير العطاء. لا في غيره أكيد صح؟ والله لو سمعت الدراسات أو قريتيها هتصدق أنه فعلا الحياة كلها عطاء والسعادة كلها عطاء والحب كله عطاء. يعني أعطي وما أستنى أخذ؟ ما أنت لما تعطي الله يعطيك، ما تستني من أحد أبدا. يعني مثلا دحين نقول العطاء، أنت لما تعطي أحد هذا الشخص، لنفرض أنه ده العطاء مادي، هذا الشخص كان محتاج شيء ومرة متحسر ما عارف كيف يجيبه، قام الله سخرك له تعطي له، يقوم ربنا إيش يعطيك أنت لما شفتي سعادة؟ عوضني يعني أكون أنا مبسوطة، هرمون السعادة زاد عندك وكده حسيتي براحة. وتعرفي أنا أنا أشكر الشخص اللي سمح لي أني أعطيه من كتر ما خلاني أنا سعيد. بعدين عندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. في سعادة بعد أنك تكوني أحب؟ لا أكيد طبعا. تكوني أحب الناس إلى الله، هذه أقوى شيء يخليكي سعيدة ويخليكي يعني زي ما تقولين مثلا مكتفية أو أو أو, أو حققت الشيء اللي يعني الشيء اللي أنا حاسة فيه. إيه وراضي عن راضي عن نفسي وراضي عن اللي حوالينك، والناس لما يكونوا بيحبوكي، الناس اللي أنت عطيتيهم عطيتيهم صح، ناس عطيتيهم مثلا هم أهلك في البيت عطيتيهم ابتسامات وكلمات حلوة، الناس اللي بتتعاملي معاهم دائما كنت تدعي لهم، بتعطيهم شعور حلو. مو شرط العطاء يكون فقط مادي، ساعة مريض ساعة. صحيح. لو بس عطيتيهم انك وقت انك انت تسمعي لهم، تفهميهم، تسمعي مشاكلهم، تحاولي تحليها معاهم، كثير اشكال للعطاء. طيب انا ما بتكلم انك انت تخلي نفسك عرضة للاستغلال. العطاء معناته انا قررت اعطي في هذا الوقت اللي يناسبني انا، مزاجي وكمان شفت أنا ده الوقت أني أنا محتاج. فأصلاً الإنسان اللي يحب يعطي في شخصيته أنه هو إنسان مبادر. الإنسان المبادر مو يعطي عمال على بطال طول الوقت. صحيح. يعطي وقت الحاجة. فهذا الشيء بيسعدك. كمان في القرآن بعد الفاصل. أوكي. معليش أسفة قاطعتك، بس رشا هنا قلنا فاصل صارم. يلا فاصل إعلاني قصير مستمعينا وراجعين، خليك مع السماع. مع سحر عبد الله والأستاذة نادية شكري. طيب ما هي السعادة في نظرك؟ كتبنا سؤال على التويتر وراح نقرأ تغريداتكم ومشاركاتكم على ALIF
ALIFFM. وكمان طبعا اللي سمعونا من بداية الحلقة مع الدكتورة نادية شكري، كنا جالسين نتكلم عن السعادة، انه طول عمرنا دائما نبحث عن السعادة، ولما يتحقق الشيء اللي احنا منتظرينه لا لسه نبغى غيره وغيره وغيره، زي اللي ما نكتفي يعني، او ما اعرف، هو يعني ما احنا راضيين من الشيء اللي بنسويه او عن نفسنا، او طمع يمكن، الله اعلم يعني، كل واحد يمكن له وجهة نظر. دكتورة نادية فقولوا لنا يعني، شاركونا، احنا ناخذ اتصالاتكم 012-61-61-100 011-217-85-85. ما هي السعادة في نظرك، من وجهة نظرك الشخصية؟ تكلمنا شوي عن الاتصال الروحي السليم، وتكلمنا عن العطاء، انه في بعض الناس تشوف ان السعادة في العطاء. طيب بالنسبة للإنجاز في الحياة، يعني مثلا التعليم، النجاح، الإنجاز في الحياة من حال مهنية يعني، صحيح. برضو الإنجاز، في ناس كمان تشوفها هذه، صحيح، سعادة. الإنجاز ترى يعني يسبب لك سعادة كبيرة، وإن ما كان مهم بالنسبة لك الشيء اللي أنت أنجزتيه. مثلا مو كثير ناس تهتمها الدراسة لنفرض، لكن لما تتخرج إيش بيصير، أو لما تنجح خلاص سعيدة أكيد، صح، بتاخدي سعادة كده. هو سعادة تحدي إني أنا حققت شيء، ولا سعادة إني أنا أتعلمت فعلا أتغيرت، أو إني أنا اتطورت، ولا إني أنا زدت. فتديكي سعادة لحظية، بس تقدري تحسبيها لنفسك، تحسبيها لنفسك. مثلا لما تيجي تسألي أحد تقولي له إيش الشيء اللي أنت حققته في حياتك أو خلاك سعيد، حتقولي منها تخرجي، منها بتعددين الأشياء، صحيح ولا لا؟ الإنجاز المهني يعني لما أنت داخلة، أنت اخترتي وظيفة في حياتك مثلا، طيب، وتميزتي في دي الوظيفة، هذا الشيء ما يجيب لك سعادة؟ إلا طبعا، أنا بالنسبة لي دي السعادة أهم من الراتب. أيوة صح، ممكن صح. صح ولا لا؟ أيوة، أنا نجحت، مرتاحة حتى مثلا في شغلك أحيانا، التميز. إيوة، وإني أنا خلاص مثلا اتنادى اسمي بدا الشيء. دحين نقول ما شاء الله تبارك الله، نفتكر من يوم ما نسمع صوت سحر، نعرف نفتكر ألف ألف في رب. أيوة، هذا شيء يسعدك ولا لا؟ طبعا طبعا. نفس الشيء أنا الحمد لله رب العالمين، أحس بسعادة مو طبيعية لما أنا حققت شيء، يعني اعتبره تحدي بالنسبة لي. لما تجيني مثلا حالة بتعاني سنين ما هي قادرة تمشي على خط سليم، ومن يوم ما مشيت عليه كيف اكون انا فرحانة؟ طبعا اكيد، هذا عطاء كمان، صح، بالضبط. ايوه، عطاء وانجاز. أيوة، صح، مرتبطين ببعض، اعتقد انه كلهم داخلين في بعض. لو ما كانت النية اخلاص ما تيجي، والاخلاص يجيكي من ايه؟ من الاتصال الروحي السليم. تفضل. طيب الكلام ما راح ينتهي هنا اكيد استاذة نادية، حنكمل طبعا، حنرجع نفس النقطة، بس لانه في اتصال، لانه قلت الارقام قبل شوية، ف بس حنسأل المتصلة ما هي السعادة في نظرك. هدى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا. صراحة انا مثلين شكر على هذا الموضوع، جدا موضوع رائع، وحن نحتاج لهذه المواضيع. تسلمين اختي، أنا عندي سؤال وعندي جواب على السؤال. طبعا اتفضلي. طبعا اللي هو جواب على السؤال، أنه أنا السعادة في نظري أنا أني أكون شخص أقنع بما عندي، يعني أكون شخص متفائل. إذا هذا الشيء تحققت عندي، فأنا أكون صراحة إنسان سعيد. جميل، متفائل. ثاني شيء سؤالي اللي هو أنه الآن عندنا حتى الأطفال أصبحوا متذمرين، ما خاضوا معتركات الحياة ولا يعرفوا إيش هي السعادة. فالطفل عمره 4 سنوات 3 سنوات، فالطفل يتأثر بالأسرة ويتأثر بالأشياء اللي تحصل قدام. فكيف أنا أغرس في الطفل هذا أو النشأ يعني بصفة عامة أنه يكون سعيد أو يعرف إيش يعني السعادة، ما يكون طفل متذمر يعني وهو صغير مو فاهم الأشياء هذه. جميل، والله يعطيكم العافية. شكرا لك، يعطيك العافية أختي. طيب، جميل جدا اللي قالته. الأطفال يجيك عمره 4 سنين يقولك طفشان، هذا أنا استغربها هذه. أيوة. وجميل جدا إنها هي ردت على فكرة، بس يمكن بدون ما تقصد. قالت إحنا. أيوة. الأطفال فعلا هم بيقلدوا. طيب، والأطفال أصلا محتاجين موجه. لما الطفل يسمعني أقول حرام طفشانين خلينا نخرجهم، فيقوم هو يحسب إنه الخرجة من البيت أو الخرجة من المكان هو ده اللي هو السعادة. الطفش. أيوة. لا، هو لسه مو فاهم سعادة، هو فاهم طفش. لو أنا من البداية أسأله دائما وإحنا صاحين وإحنا بنفطر وإحنا خارجين وإحنا في كل أحوالنا أجلس أسأله مبسوط يا ماما، سعيد يا ماما، خليه يكرر هذه الكلمات. الكلمات تقود المشاعر، وبعد كده تترسخ الأفكار. وإذا كان الأطفال المتذمرين، ترى إحنا المتذمرين هم قلدونا،
احنا متدمرين منهم كمان، فهم يقوموا يحسسون انهم متدمرين مننا. لكن لو هي قادتهم، انتوا عندكم الوقت دالي كده والوقت دال كده، ما حتخفضي الظاهرة، وبالذات انه الكل صحي لها، الكل دحين صار منتبه انه ليه الاطفال كده. ما عمرنا كنا ما كنا نفكر والله. ايه لا، كانت متعتنا لما نقولنا روحوا غرفتكم، يعني انه ده عقاب واحنا متعة، خلاص رحنا سوينا كل اللي نبغاه، اتكلمنا، رسمنا، قصينا، لعبنا، قصينا ورق وكذا، يعني اتصرفنا، سوينا اي حاجة. طيب، وهي بتقول انه عند السعادة في نظرها هي القناعة والتفاؤل. طبعا لما يكون اتصالك الروحي سليم، اكيد انك انت قانعة بكل شيء ربنا رزقك هو. طبعا متفائلة. متفائلة اكيد، لانه ما عندك شيء تتشائمي منه او تخافي منه. فاجاباتها اضافة لينا. يعطيك العافية السعادة. هدى نشكرك اكيد. في حاجة قلتيها استاذة نادية، لما قلتي ان الطفل مثلا الخرجة حيكون سعيد، ايوه، لانه ربطنا له، جبنا له لعبه سعيد، ما ادري ايش. اتكلمت قبل انه لما يكون السعاده مرتبطه بشيء معين، سواء شخص صحيح او شيء، او يعني حاجه معينه، يعني شخص او أيوة جماد شيء يعني. ايوه للاسف انا حقول كلمه، انا ما ابغى اكون سلبيه في كلامي، بس انا لو ربطت السعاده باشخاص او باشياء او بعمر معين، فانا عمري ما حلاقيها. لان حقيقي بس اوصل لها. وحتى لو كلنا دحين سألنا نفسنا، نقول من عمر 17 سنة ربطنا سعادتنا بموقف. طيب، ناس تقول لك أنا أسعد ما يكون لو تزوجت، أنا أسعد ما يكون لو سافرت تدرس برا، أنا أسعد ما يكون لو اشتريت السيارة الفلانية، وحققنا ده الشيء في عمر ما. بالله عليكم، في واحد قال دي الكلمة ودار ربطه حس بالسعادة فعلا لما نحقق ده الشيء؟ يلاقيها سعادة وهمية أو مؤقتة، يعني ولا مؤقتة، وهمية، حقيقي وهمية. انت عارفة انه دول الناس لما يحققوا ده الشيء يجلسوا خايفين كمان لحد يحسدهم عليه، ولا خايفين منه لا يروح، وهو حقيقي ما سوى لهم سعادة. لانه السعادة ما ترتبط بشيء ابدا، لا بوجود شخص ولا بالمكان ولا بالاشياء اللي امتلكها. لانه لما السعاده شعور، بدور على غيرها مثلا، صح؟ صحيح. ايوه، لا لو انا وقفت معناته انا عندي مشكله كمان. خلاص، انا لو لقيت وظيفه هو ده حلم حياتي، اقوم ما احلم لبعد ما اكبر، لا هذه مشكله. زي ما انا في الوظيفه يعني، اكيد صح. زي مثلا دحين لو صورنا حياه الانسان، يجلس يكون الطفل طفيلي محتاج أمه وأبوه وأهله وكل الناس اللي حوالينه، عشان ماديا، عشان يهتموا فيه، عشان ينظموا الوقت، وعشان عشان عشان، ويصير حلمه إنه هو يستقل، ويصير مثلا موظف عنده دخله المادي وعنده قراراته وعنده صح؟ لما يوصل لها يجلس يسعى إنه يتقاعد عشان يستمتع بماله ويستمتع بوقته ويستمتع بكده، وبعد ما يتقاعد يلاقي نفسه ضيع طفولته وضيع شبابه وضيع كل شيء، وممكن يكون مو راسم له حلم بعد التقاعد. هذه مشكلة. صحيح. ناخذ اتصال، شوف مشاركات، في محمد وفي كمان خلف على الخط. ناخذ محمد. هلا والله، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل اخوي. السعادة هي بنظرية العافية. جميل، ممتاز، اللي عندي. يعطيك العافية، شكرا لك. ناخذ خلف. ألو، يا هلا وسهلا، مساء النور، هلا وسهلا، تفضل. شوفي، بس أول شيء أنا عندي سؤالين. أول شيء السعادة بالنسبة لي، أول شيء سماع الدكتورة نادية، ولأنه كثير صراحة أحب أسمعها وأسمع إرشاداتها. تسلم. ثاني شيء عندي سؤال، يعني بما أنه تو تتكلم الدكتورة أنه السعادة لا تربطها بأشخاص، صراحة أنا أعاني من هذا الموضوع، يعني في أشخاص أحبهم كثير ودائما يعني مثلا لما يكون في صدى او شيء، يعني تحصلين شيء تتاثر نفسيتك، تتاثر ونفسيتك تتعب، فكيف اعمل توازن بهذا الموضوع؟ طيب اخوي، شكرا لك. كنا نتكلم حتى قبل الهواء على الموضوع هذا تحديدا، السعاده لما تربطها باشياء او اشخاص. يعني صحيح، اول حاجه اشكره على الكلمه الجميله اللي قالها، وان شاء الله باذن الله ان ربنا يطلق لساني للي فيه نفع للناس. هذا واحد. اثنين، هو قال لي انه في اشخاص هو مرتبط فيهم عاطفيا، اذا ما كانوا موجودين يحس بتأثير او بكذا. نصيحتي لك انك انت تكون سعيد اولا مع نفسك لوحدك،
ووجود هدول الأشخاص يزيد من سعادتك، وغيابهم يخليك سعيد زي ما أنت. ما ينقص، ما ينقص. لو أنت كنت تتنكد أو تزعل أو تضايق أو تقلق أو تتعب، وجود الشخص اللي يحبك معك أو اللي أنت تحبه وتبغاه دايما معك، وجودك كده بالشخصية دي متعب له هو، فلا إراديا بينفر منك. إنما لو كنت أنت سعيد ومستقل، ما أنت محتاج أي أحد، وجود الناس إضافة لسعادتك، كل الناس حتقرب منك، كل الناس حتصير تبغى قربك. حلو. هو شوية يعني شوي صعب فهم. أيوة فهم الفكرة. أي صعب يعني فهم الفكرة سهل، لكن تطبيقها شوية صعب. إذا أنا حاولت ونجحت، مو إحنا بنقول في النجاح في أي شيء، إنه هو إنجاز ونجاح سواء في المهنية أو التعليمية أو على المستوى الشخصي، تحدي النفسي. أنا أتعب وأتوتر مثلا لو ابني بعد عني، أو لو سافر وخلاني، ولو أنا نجحت في أني أنا أكون مرة مستقلة وهادئة وسعيدة عشانك أنت مبسوط، فهذا نجاح لي والنجاح يزيد سعادتي. حلو. حنطلع فاصل مستمعينا وراجعين، خليكم على السمع. مفاتيح مع السحر عبد الله والأستاذة نادية شكري. نرجع لموضوعنا مستمعينا، ما هي السعادة في نظرك؟ طبعا اتصالاتكم 012-61-61-100 011-217-85-85. وقفنا عن إيش؟ كنا آخر شيء كنا بنتكلم عنه، إنه الإنجاز في الحياة يسبب لي سعادة، إني أتغلب على نفسي في عادة سيئة هذه يسبب لي سعادة، إني أنجح في التعليم هذه سعادة، إني أتميز في عملي وأعطي بإخلاص هذه سعادة، إني أكسب محبة الناس هذه سعادة. نقول مثلا واحد قدر يوقف تدخين، قديش يكون سعيد؟ طبعا رغم إنه هو يدخن كان يحسب إنه بيدخن عشان سعادته. أحد حط في باله مثلا ينزل عدد معين من الكيلوات في خلال شهر، ونزلها قبل لا خلص الشهر بكم يوم، قديش يكون هو سعيد؟ طيب. وأرجع وأقول إني أنا هذه سعادة الإنجاز، ما أربط إن سعادتي بالإنجاز، بس الإنجاز يضيف لي سعادة. حأتكلم كمان عن واحد من معطيات السعادة، الحرية. طيب بمعنى إيش الحرية؟ بمعنى إنه أنا عندي حرية مالية، ما أخاف أشتري شيء، ما أخاف أصرف، أنا قد ما بأصرف قد ما حيدخل بإذن الله ثقة بالله. وتاني حاجة أنا بشتغل كويس وعارف إني أتحكم في دخلي، قد ما حصرف قد ما حيجيني قده مرتين، مو شرط بس التعويض، أنا دايما دخلي متضاعف. الحرية الصحية زي ما قال أخونا قبل شوية، قال السعادة في العافية، والله إنه صادق، لولا الصحة وتمام الصحة ما يقدر الإنسان يلاقي سعادته. طبعا إيش فايدة كل الإنجازات وكل التحقيقات إذا كان هو ما عنده صحة وبيعاني من آلام؟ أو يعني بلاش نتكلم عن المرض لأنه يعني الواحد يقول الحمد لله صحة، الحمد لله رب العالمين. طيب كيف أنا أحقق أنه أنا يكون عندي صحة؟ أهتم في لولا قدر الله جاني مرض، ترى فيه حلول ما شاء الله، الطب كل ماله بيتطور، فيه حلول لكل مشكلة. المال قلنا كيف، الصحة قلنا كيف، طب الحرية الوقتية. يعني لنفرض انه انا وجدت سعادتي في الانجاز المهني، فين الوقت حقي اني انا اكون انسان؟ فين الوقت حقي اني انا اكون حياتي الخاصة مع اهلي؟ أيوة. مع اصحابي، فرد في عائلة، حياتي الخاصة مع اهلي. أيوة. مع اصحابي، فرد في عائلة، ادواري في الحياة. فالحرية الوقتية في نظري انا، واعطوني اراءكم اذا كانت اراءكم تختلف عني، اني انا اعرف اعطي وقت لكل دور من ادوار حياتي بدون ما اقصر واحد فيهم، وفي نفس الوقت كل دور امثله انا سعيد فيه. يعني انا ما احس اني مجبر، ما ابغى مثلا يعني ما احس اني لازم تأذيت ولا اني حابب اني مثلا اخذ من وقت ده لوقت ده. يعني انا عندي اهم دور في حياتي اني انا عبد لله، حاعطي له وقته. الدور الثاني اني انا مثلا رب اسره،
أو ربة أسرة. الدور الثالث إني أنا فرد في عائلة، عندي أخوان وأخوات، عندي أصدقاء وصديقات، أنا عندي مسؤوليات تجاههم. كمان أنا عندي دور مهني، أنا أوزع وقتي بين دول كلهم، وكمان أخلي وقت لنفسي، وقت للاستمتاع، وقت للراحة، وقت للقراءة، وقت للي يسعدني، للشيء اللي أنا أحس إني أنا أبغى أسويه. مو أنا لازم أكون منهك ومستنزف كل اللي عندي استنزفته عشان مثلا أحقق جانب مالي، أقوم أنا أستنزف وقتي كله في العمل وأخسر أهلي وأخسر أصحابي وأخسر وقتي خاص وأخسر صحتي وقتي. إيه بالضبط، مع نفسي. فالحرية المالية والصحية والوقتية مطلب أساسي من مطالب السعادة. حلو. الاعتماد على النفس والاستقلال، هذه زي ما قبل شوية قلت، من يوم ما يتولد الإنسان بيكون طفيلي، كل ما احتاج شيء، كل ما بغي شيء لازم طلبه من غيره إيش ما كان ده الشيء. وكل ما استقل شوية، كل ما لقيتي واثق في نفسه أكثر وسعيد أكثر. من أبسطها أني أنا كنت ما أقدر أمشي، لما أنا بتحرك أقعد أبكي عشان يشيلوني، إلين ما أنا مشيت كيف رحت خلاص صرت أسوي اللي أبغى. لما أعرف أخذ حقي بيدي، لما كده، إلين آخر يوم في حياتي. والاعتماد على النفس والاستقلال، وأنه أنا أقدر أقول رأيي، أنا أقدر أعترض، أنا أقدر أوافق، أنا أقدر أسوي مطالبي، هذه كلها تديني سعادة. طيب هنروح للفقرة اللي قبل الأخيرة من الأشياء اللي جمعناها للسعادة. الطب يرى، الطب النفسي والعضوي يرى أن السعادة في الإفراز السليم لهرمون الدوبامين. هرمون الدوبامين كيف يفرز؟ طيب هو أصلا ربنا خلقه وعنده سيستم معين، لكن في مواقف تصير في حياتنا بتخليه يفرز بزيادة. مثلا أكلنا أكلة نفسنا فيها وكانت لذيذة واستمتعنا استلذينا بها، أنا أقدر أقول باختصار أني أنا أفرز هرمون الدوبامين بشكل سليم إذا كنت بأستمتع في كل لحظة من لحظات حياتي. لما أتعامل مع نفسي بحب، لما أكل الشيء اللي أنا أحبه، لما أتواصل مع الناس اللي أنا أحبهم، لما أحاول أجد سعادتي في كل شيء أنا بسويه، وأتكلم بطريقة إيجابية، أستمتع في كل شيء يعني. بالضبط. ما أكون طالعة طلعة وطفشانة ومضايقة ماني مبسوطة أو شيء. في ناس يكون الموضوع بالنسبة لهم عادي، لكن لسانهم الله يهديهم يجيب لهم الطاقة السلبية. أي زي دحين مثلا نشوف النكت كلها على تريقة أنه أنا ما أبغى أسوي ده الشيء وبسويه غصبا عني. لنفرض أنه عزومة عائلية، طيب أنا ليه حطيت افتراض أني أنا حضايق فيها وأني أنا رايحة جامل الناس فيها وإني أنا ضيعت وقتي فيها؟ ليه ما حطيت الافتراض الكويس؟ صح. لنفرض إن فأنا أجيب لنفسي النكد يعني. بالضبط. أنا قاعدة أستعد له، وهرمون الدوبامين حيفضل ماسك ما يبغى يفرز. رغم إني أنا ممكن أشوف أشياء مرة حتسعدني، لكن من جواتي أنا حرمة نفسي، حرمت نفسي خلاص، حرمت نفسي من السعادة. صحيح. معها زي مثلا المثال اللي أنا ضربته، إني أنا رايح أحضر مناسبة عائلية عشان إيه؟ عشان واجب عائلي، وأنه الناس حيزعلوا مني لو ما جيت. لكن لو أنا فكرت أني أنا صلة الرحم هذه لي فيها أجر ورضا ربنا، ولو فكرت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دعيتم فأجيبوا، فأنا رايح سنة مثلا، أنا رايح أقابل ناس كويسة، حسأل عن أخبار الناس، الناس حتسأل عن أخباري، الناس حتلاحظ علي أني سعيد مثلا. لو أنا حطيت في بالي الأشياء دي، على طول هرمون الدوبامين حيساعدني ويخليني أستمتع، وإن وجدت شيء ما يمتعني على طول حلاقي نفسي تلقائيا ماني مهتم فيه، ماني مركز عليه. بينما لو رحت وأنا حاطط في بالي الأشياء السلبية، ما حأشوف إلا الأشياء السلبية، وكل الأشياء الكويسة بالنسبة لي عادي. صحيح. حنرجع نستقبل اتصالات كمان، في كم اتصال سيدة نادية. في معنا محمد على الخط. مساء الخير. مساء النور. هلا وسهلا، تفضل. علينا اختي سهر. يا هلا وسهلا. مسا عليك وعلى ضيفتك الكريمة. يا هلا وسهلا، تفضل. تبغى أن تكون، ما هي السعادة في نظرك؟ إيش؟ ما هي السعادة في نظرك يا محمد؟ لا تكون سلبي، كن إيجابيا دائما. هذه واحدة. الثانية، في مجالات التطوع قدم
تقدم منفعة للناس تحس بسعادة. واللي قبلها عن كلهم بر الوالدين. لما يكون والديك عايشين تكون قريب منهم تحس بسعادة غير طبيعية. هذا اللي عندي. شكرا لك محمد، لك العافية. أحسنت. طيب لو أنه كان معانا على الخط كان سألته كيف الواحد يصير إيجابي مو بالمعطيات إلا بالنها، وقال كل هذه الأشياء فعلا بالضبط. وقال تاني شيء بالعطاء، صحيح كلامه، وإحنا قلنا ده الكلام في أول الحلقة. وبعدين قال برضا الوالدين، طبعا رضا الوالدين من رضا الله. وإحنا قلنا أول شيء يخليك سعيد الاتصال الروحي السليم. يعني إنسان عنده اتصال روحي سليم تلقائيا حتلاقيه بيرضي والدينه ويبقى. وغير كمان إحنا تكلمنا عن إني أنا أنجح في كل دور من أدوار حياتي. واحد من أدوار حياتي إني أنا أكون الابن البار، أو بلاش نقول البار، نقول الابن الصالح. فإجاباته مرة جميلة ويعطي العافية. حلو. في باقي معانا شوية وقت، اللي حابة تواصل معانا حرجع عيد الأرقام 011-261-61-100 011-217-85-85. حلو. طيب وفي آخر كلمة حابة أقولها من معطيات السعادة، شايفين المعطيات دي كلها اللي تكلمنا عنها وحاولنا نتكلم عن كل واحد فيهم بالأمثلة وبكل عشان نقرب الكلام لحياتنا. قبل كل شيء السعادة قرار. قرر إنك تكون سعيد، وإنت حتكون سعيد في أسوأ الظروف اللي غيرك يشوفها أسوأ الظروف، أنت تشوفها لا، هي دي السعادة. حلو. جميل. السعادة قرار. قرر إنك تكون سعيد من اليوم. يلا نأخذ كمان اتصال. أوكي. ألو. ألو. يا هلا سهلا، معانا معك يوسف. هلا سهلا، تفضل يوسف. يا هلا فيك، أبغى أشارك معكم في البرنامج. إيه تفضل، أنت على الهواء نسمعك. أول شيء حاب أقول. أيوة انقطع الخط. ناخذ اتصال اللي بعده. ابو طلال. الو. هلا وسهلا، تفضل. حقيقه موضوعكم اليوم شيق، يعطيك العافيه ويعطي ضيفتك الكريمه العافيه. تسلم لنا، الله يعافيك اخوي، تفضل. من وجهه نظري انا اشوف انه فعلا السعاده هي كيف تجمع بين القناعه والطموح. حلو. اذا استطعت انك تجمع بين الاثنين هذه فانا اعتقد انه انك حتكون سعيد. صحيح. جميل. أحسن. شكرا لك، العافية. الله يعطيك العافية. هي مسميات تانية للي احنا قلناها، قال لك القناعة واللي هي الاتصال الروحي السليم والرضا، والإنجاز هو سماه طموح. صحيح كلامه. وجميل مرة إنه يعطيني مصطلحات غير اللي أنا قلتها على نفس المعنى عشان برضو تتثبت المعلومة أو تتصحح عند يوزن المعنى. يعني يوزن بينهم. صحيح. صحيح. هنطلع فاصل قصير. وإيش الفاصل؟ كثير اليوم يا باشا. يلا راجعين. مفاتيح مع سحر عبد الله والأستاذة نادية شكري. طيب وصلنا في نهاية جزء من حلقة برنامج مفاتيح اليوم، جالسين نتكلم عن السعادة وإيش السعادة في نظركم. في بعض الأشياء كمان لسه ما طرقنا لها أستاذة نادية. بالنسبة لي السعادة في السفر، السعادة في المظاهر، في الشراء. طبعا هذا عند البنات أكيد، ما تكون طفشانة من ضايقة تروح تشتري. على فكرة عند الرجال أكثر. سوق ما تشوفيهم النساء عند الإلكترونيات، ما تشوفي هم عد أجهزة ملابس شنط بالضبط. أيوة. لا يعني الهوس الشراء عند الكل. عند يعني الكل. ايوه ما هو خاص بالنساء، بس احنا نعلق على عند النساء ليه؟ لان بتشتري حساب الرجال. عشان كده بيتألموا وبيشتكوا، لكن لما هو يروح يصرف كل الفلوس ما عنده مشكله، عادي ما يقول شيء، يقول لك انا مره واحده في السنه اروح، وهو دائما يروح سواء مره او واحده كلها. ترى اذا انت صرفت المبلغ ده كله حق سنه فهذه برضو مشكله. هوس الشراء فعلا يحسس ناس بالسعاده، بس هدول الناس ما هم طبيعيين. عندهم مرض. ما شابها لك اسمه. أيوة. برافو عليك. هم عندهم مرض، بس ما هو مرض خطير ولا هو مرض مؤذي، بس يؤذي ميزانية الأسرة.
يعني أنا خلاص متوتر، ما حيريحني إلا أني أنا صرفت كل الفلوسي، ويريت كمان يكون بالدين عشان أحس براحة أكثر. أوه كمان اللي هي بطاقات بطاقات تكون أيوه أوكي. البطاقات دي اللي بتكون هذه بالدين تعتبر. خلاص كأنه طلع الحر اللي عنده، رجع البيت، هذه الأشياء فعلا هو ما يحتاجها. حط الأسرة كلها 3-4 شهور في زنقة عشان هو عنده دي المشكلة. هذه المشكلة هو أول مرة ريح نفسه بالطريقة دي فصارت مستمرة معاه. هادول صراحة الناس أنا أنصحهم بأنهم يتوجهوا للعيادات النفسية يحلوا دي المشكلة، أو بينهم وبين نفسهم يحاولوا يحلوها بإني أنا أحط لنفسي حدود، ما أطلع من البيت وأنا ماني عارف إيش أبغى أشتري. السوق ترى مو للتمشية، السوق للشراء. أحيانا تكون أنت بتشتري تلاقي السوق كله مليان ناس ضايقتونا نبغى نشتري، مو مكان للتمشية. حاسس نفسك تبي تمشي اختار لك مكان صالح للمشي، لأن إلا ما بتدخل تشتري شيء يعني. لما تدخل إيه، ولما تروح بدون هدف على بالك إنه ده المكان تمشي بتشتري صح، فحتقعدي تشتري اللي تحتاجيه واللي ما تحتاجيه اللي شايفته. هذه كلمة عروضات اللي تجذب الناس. أنا منهم يعني، بس لسه في الحدود الطبيعية. لا الحمد لله طبيعية، بس الحمد لله رب العالمين. طيب فهوس الشراء هذه مشكلة لما تكون بتعرض الأسرة لأزمة مالية، أو تكوني أنت تبغي فلوسك لشيء معين مهم وتقومي أنت تصرفيها في شيء عشانك ما قدرت تقاومي، هنا مرض. إنما إذا كان في الحدود اللي أنا أقدر عليه ومصروفي عندي وما ينقص علي أني أشتري، هذه ما فيها مشكلة، هذا عادي صح. طيب وتاني حاجة قلتي لي المظاهر. يا سلام على الناس اللي تحسب أنه سعادة في المظاهر. هذه سعادتك ولا سعادة الناس؟ يعني في ناس مرة يفرق عندهم. دحين خليني أقول لك على مثال. دحين أنا أبغى أروح أشتري الماسات الفلانية، أمل يديني أساور وخواتم عشان هذه مظاهر. عشان إيه؟ عشان أنا سعادتي مو إني لابستها، سعادتي إنك أنت تشوفينها وتتقربين مني، عاد تدخل هنا المصالح. لا خلينا بس دحين بس في المظاهر. دحين أنا بس عيدك ولا بس عيد نفسي بالله أنا لابسته المظاهر دي؟ أنا إذا كنت أنا بسويها عشان أنا أكون سعيد وأنا عندي حرية مالية، أنا بصرف وما بحط نفسي في زنقة، أوكي هنا من حقي أستمتع. لكن إني عشان الناس يعجبوا فيه فأنا ما بدور لسعادتي. طبعاً صحيح. أنا بدور لسعادة الناس. أيوه. هم متفرج محمل نفسي فوق طاقتها يعني. بالضبط. يعني في كثير ناس يكون مظهرهم مظهر الناس المرتاحة، عندهم أحسن بيت أحسن فرش، وكل حياتهم فواتير وديون. هذه فين السعادة؟ صح وينها؟ إرهاق. إرهاق وتعب. بينما الرضا هو في نظر، يعني هو لو قارن دي الحياة بحياة الرضا هي دي السعادة. والشيء الثالث اللي قلتي للمصالح؟ السفر. طيب يعني صحيح، لو ما سافرت خلاص مرة تتعب نفسيا، أو تروح تتسلف عشان تسافر الله على اللي يتصرف كده. يا سلام على كثير يتسلفوا ويطلعوا ويبغوا يختاروا بلد عشان الناس يقولوا عليها انها مرتاحة، انها راحت المثال الفلاني. ايوه البلد هذه تكون اغلى من بلدان تانية، يقدر هو يختار بلد على قده. طيب فين المتعة اللي انت رايح وانت خايف تصرف، وانت رايح وانت خايف تشتري، وانت رايح وانت مركب نفسك ديون وترجع عشان ايش تقعد تسددها طول السنة اللي نسيت فيها حلاوة السفرة وحلاوة المنظر اللي انت شفته. خلينا يا ريت احد يتصل ويقول لي انا متعتي في السفر، واقول له هل عينك استمتعت فعلا؟ في ناس يسافر عشان مناظر طبيعية مثلا أو جو مرة حلو، هل فعلا أنت استمتعت ولا القلق اللي أنت فيه حرمك من هذه المتعة حتى؟ خاصة طبعا احنا بنتكلم على الفئة اللي بيحمل نفسه فوق طاقته، مو باللي مقتدر. طبعا المقتدر أنا قلت أنه من معطيات السعادة من حقه أنه يستمتع. صح أنا عندي حرية، ليش ما استمتع فيها؟ طبعا عندي حرية وقت، ما يفرق معايا أني أنا بشتغل أو ما بشتغل، الآن أخذ إجازة عادي عندي. أيوة. وأنا قد ما بصرف قد ما بيدخل لي قده مرتين كمان، ليش ما أستمتع؟ أستمتع صح. طيب وأما بنعمة ربك فحدث، فإنه الواحد من حقه أنه يستمتع ومن حقه أنه يعيش، إنما يكلف على نفسه عشان مظهر ولا عشان الناس تقول ما رح يكون مبسوط طبعا. أيوة فإحنا بنبحث عن السعادة الآن، هل أنت سعيد بالتصرف ده؟
ولا أسعد أنك أنت تكون في مكانك بدون مصاريف زيادة لكن تدور لك على واحدة من المعطيات دي أو المعطيات دي كلها مع بعض وتشوف كيف أنت حتعيش ساعتها مرتاح ومبسوط؟ جميل، يعطيك العافية دكتورة نادية. يا عافية، شكرا لك. هذه أول حلقة طبعا مع دكتورة نادية معانا في برنامج مفاتيح، لكن إن شاء الله كل اثنين بإذن الله راح تكون معانا في البرنامج الأسبوعي. طبعا يجيكم مثل هذا الوقت من الساعة 2 إلى الساعة 3. الأسبوع الجاي هتكلم عن إيش؟ والمفاجأة، إيش رأيكم لو تكلمنا عن التغيير؟ التغيير حلو حلو، السلبي والإيجابي الاثنين، خلينا نتكلم عن الاثنين وخلينا يسألون الناس إيش يبغونا نتكلم فيه وإيش نوع التغيير، خليهم يدونا اقتراحاتهم وراءهم. حلو، على التويتر ALIF ALIF FM، وإن شاء الله نرجع جد لقانا فيكم. لكن أنا بترككم ترى دقايق، يعني برجع بعد شوي في برنامج عصريات مع زميلتي نهى سعدي. شكرا لك ترى نادية، شكرا لكم كلكم، يلا فمان الله.